الحمد لله أنا بدأت من يمكن يكون بدأت من الصفر وما تحت الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم حسام محمد عبد السلام الشهير حسام الحمري، سوداني الجنسية. فبحمد الله أتينا من المغرب من أجل الدراسة، والحمد لله أخذت الدبلوم في إدارة الأعمال. أنا في المغرب منذ 2010 الحمد لله، درسنا والحمد لله يعني اتجهنا لمجال التجارة. يعني يمكن يكون بدايتي كانت في شهر رمضان المفضل، فكانت بشيء قليل يعني ما كنت أعرف شيء، ولكن بحكمتي والتجارب في السودانية وفي السوق السوداني فجيت اتجهت إلى فبدأت في الكل. يعني بداية أي واحد عاطل عن العمل تقدر تقول لأي شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني بدأت لقيت الاستقبال من الإخوة المغاربة والتشجيع والقبول وكل شيء. في عالم التجارة إنه لك يعني لازم انت تغير نفسك، تغير تنتقل من مرحله لمرحله، كل ما تنتقل مرحله تنتقل لمرحله احسن، فهمت؟ يعني انا بدات بالخبره ودي سير، يعني وكانت عندي مثلا كروسه شويه بقى عندي حانوت، شويه اصبح عندي عملت مطعم، وثانيا كذا تجربه اولى، ثانيا الحمد لله انا عندي مقهى والحمد لله رب العالمين. يعني كل ما انت كنت شاب طموح فربنا يسهل لك امرك. يعني والبلد يعني في البلد الحمد لله في الاستقرار والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، فهذا الشيء بيساعد الواحد انه ينمو.